السلام عليكم. في مصطلح أصبح مشهور اللي من دول اللي هو الميتافيرس بعد ما مارك زوكربيرج اتكلم عنه، لكن هو المصطلح قديم. المصطلح مكون من جزئين، ميتا اللي هي ما وراء، زي الميتافيزيقيا اللي هي ما وراء الطبيعة. دي بالمناسبة كان أرسطو هو كان بيكتب في كل حاجة، وما بيعتبروه المعلم الأول في أوروبا، فكان عمل كتب كتير جدا، وكان في جزء ما كانش مسميه اسم، كان حاجات كده ايه ما وراء الطبيعة. فكان بيبصوا ايه الكتاب اللي قبليه، كان ده كتاب اللي هو بيتكلم عن الطبيعة، فسموا الكتب ديت لأنها ما كانش ليها اسم ما وراء الطبيعة. فميتا ما وراء، وفيرس اللي هو الكون، فما وراء الكون. هو طبعا اسم ترويجي، لأن الفكرة كلها ان النت هيبقى 3D. يعني دي ملخص او فكرة بسيطة عن الموضوع، لكن هو فيه تفاصيل كتير جدا. هيبقى فيه augmented reality، virtual reality. هو المصطلح مش خاص بالفيسبوك، هو المصطلح قديم جدا، استخدم في أفلام وكتب كتيرة جدا، يعني فيهم حاجات عربية وحاجات أجنبية. فهو مش هيكون حكر على الفيسبوك، لأ، هتلاقي جوجل والمايكروسوفت وكل الشركات عاملة حاجة خاصة بالموضوع دوت. الميتافيرس هو هيبقى تجربة حلوة أوي، إن أنت تدخل على الإنترنت. في شوية مواقع كده جربتها، ما أقدرش أقول إن هو ده الميتافيرس لأن لسه ملامحه مش واضحة، لكن تلاقي نفسك شخصية ثلاثية الأبعاد بتمشي في ثلاثي الأبعاد ما بين كل حاجة. فهو واقع رقمي بيجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أوجمانتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي، والعملات الرقمية والأصول الرقمية الـ NFT، بحيث إن أنت تقدر تتفاعل افتراضي مع كل الحاجات، فتحس كأنك أنت حاجة حقيقية. كانت في لعبة زمان كان اسمها سكند لايف. سكند لايف دي ناس كتيرة أدمنتها، بقت طول وقتها قدام اللعبة ديت. بتحس ان انت الشخصية، مثلا كنت نفسك تبقى طيار، نفسك تبقى لاعب كورة، خلاص هي دي الشخصية بتاعتك اللي موجودة على النت، وانت بقى بتستمتع بيها. فهو نوع من انواع الادمان. طيب ليه الفيسبوك غيرت اسمها كلمة ميتا؟ لان الفيسبوك الاول كان فيسبوك، دلوقتي بقى معاها انستجرام، بقى معاها اشتريتي الواتساب، شريحة كتير اوي، فما ينفعش كلهم يكونوا تحت منصة الفيسبوك، فلازم يدخل فيها الحاجات دي. جوجل طبعا عاملة النظارة الشهيرة بتاعتها، بحس ان انت تقدر تلبسها وتحس كأنك موجود في عالم اخر، وفيها كاميرا وميكروفون وسماعات، وفي تكنولوجيا كتير جدا عند جوجل. في حاجة اسمها ستار لايت، زائد مايكروسوفت عندها الهولي لينس، دي نظارة جبارة جدا ليها استخدامات في حاجات طبية وحاجات تعليمية. طبعا الموضوع فيه جزء كبير جدا تقنية ذكاء صناعي وتعلم آلي. احنا عندنا دلوقتي في مصر في موقع بسيطة للموضوع، لكن قريب جدا هتلاقي التطور بيحصل كتير جدا، لان ناس كتير بدأت تدرك اهمية الموضوع دوت، واهمية ان هم المواقع ما تبقاش ثابتة. يعني في ويب وان ده كان عبارة عن صفحات تقدر تألف فيها من غير ما تعمل سيرش، من غير ما تقدر توصل للصفحة اللي انت عايزها، من غير ما تقلب واحد اتنين تلاتة، يعني كأنك فاتح كتاب وما ينفعش ان انت تنط، لازم تمشي بالترتيب بتاعه. بعد كده بدأ يبقى فيه تطور بقى جافا سكريبت وهو. فالقفزة الجاية اللي في النت ان هو هيكون ثلاثي الأبعاد. ممكن تكون تكنولوجية موجودة، بس النت كان بطيء، فدلوقتي النت أصبح سريع، فممكن يستحمل حاجة بالقوة ديت. يعني أنا جربت زمان قبل كده لينكس وبرامج على الويندوز، كنت بتبقى 3D، بتشوف الملفات كلها 3D، كأن في درج وبتفتحه 3D وكل حاجة، لكن كان فعلا بطيء، ما كانش الناس تقدر تشتغل عليه. دلوقتي هما بقى بيستثمروا بشكل قوي جدا، وبيجربوا بشكل حلو، وعندهم الخبرة الكافية لحاجة زي كده.